أهلا زميلي مالك، مساء الخير لكل مشاهدي ومتتبعي قناة النهار. إذا أعلنت المحكمة الدستورية منذ لحظات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 7 سبتمبر القادم، والمتمثلة في السيد عبد المجيد تبون مترشحا حرا، والسيد عبد العالي حسن شريف مترشح عن حركة مجتمع السلم، والسيد يوسف أوشيش مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية. إذا عملية دراسة الطعون طالت لمدة أسبوع، وكان آخر أجل لتقديم هذه الطعون 48 ساعة من إصدار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لقراراتها وتسليم ملفات راغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية. إذا نذكر زميلي مالك أن المحكمة الدستورية استلمت 4 طعون، تم قبول 4 منها من ناحية الشكل ورفضها من ناحية التأسيس أو المضمون، ورفض ملف أو الطعن الخامس نهائيا لعدم استيفائه للشروط أو لتقديمه خارج أجال تقديم هذه الطعون. إذا زميلي مالك أذكر أن المترشحين 3 الذين يتنافسون على كرسي الرئاسة هم السيد عبد المجيد تبون والسيد يوسف أوشيش والسيد عبد العالي حساني السابع من سبتمبر المقبل من أجل رئاسة الجمهورية الجزائرية. عملية الطعون تمت من خلال أفواج تم تنصيبها من طرف رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بالحاج بعد فحص الاستمارات اكتتاب التوقيعات بعملية يدوية. إذن زميلي مالك كان هذا كل ما لدينا. هؤلاء هم المترشحين أول متسابقين للانتخابات الرئاسية، سنوفيكم بمستجدات هذا الموضوع ربما في النشرات اللاحقة. شكرا.